يعني حقيته في انه هو او منازعه تيار اخر في الحزب على حقيته في انه يقود الحزب والخروج من الحزب لهذا الاساس يعني. لكن رغم الحاجات يعني حاطت بالكتاب وممكن مناقشتها في وقت اخر يعني، لكن حق ما نازعت في انها هي تبقى قياده للحزب الشيوعي السوداني، وانما خرجت كتله خرجت من الحزب. نستطيع ان نقول انه ناس هجروا الحزب او خرجوا من الحزب اكثر من انه نقول هي عمليه بتاعت انقسام، وانضموا لهم ناس اخرين طبعا. دي يمكن في انقسامات انا ما اقدر اقلل من شانها كونها صغيره يعني، لكن في انقسامات ثانيه حدثت في الحزب والحزب الشيوعي، وبعتقد انها لانها ما كان عندها اساس موضوعي، هي اساس موضوعي بالنسبه لنظريه الحزب وبالنسبه لاساس الحزب يعني، ما بالتالي ما قدرت انها هي تعيش يعني. واعتقد انها هي مشت، نحن دائما كنا نتهم البتاع ده بانهم هم بيمثلوا مصالح قوه ثانيه، قوه طبقيه ثانيه، ونعتقد انه فعلا هي الحكايه دي حصلت، انه هم باعتبارهم بيمثلوا قوه طبقيه ثانيه ومشوا تلموا مع القوه الطبقيه الثانيه اللي خرجوا من الحزب عشان يعني المساله دي عاوزه في تقديري ان زي ما قال الاخ عطا يعني هو ما عمل دراسه، لكن هي بتستحق يعني، المساله دي تستحق انه لانه مش الحزب الشيوعي مش هو الحزب الوحيد السوداني الوحيد اللي حصلت فيه انقسامات، في يمكن كل الاحزاب حصلت فيها وحصلت باشكال مختلفه، يمكن تقريبا بنفس الحكايه يعني، زي ما بعض الناس بيفتكروا انه الاحزاب السودانيه اللي قامت في زمن الاستعمار هي الاحزاب الاصليه اللي حتكون قاعده ومستمره وكذا يعني، وانه اي حزب ثاني حيجي ما حيكون عنده شيء لقدام، لانه يعني في ناس في نظريه زي دي، انا الحقيقه ما مقتنع بها وما حاقدر ادافع عنها واقدر ابلورها يعني، لكن المهم انه حزب الامه والحزب الاتحاد الديمقراطي اللي هو ممكن نقول انه حزب الاشقه يعني، او الحزب الوطني الاتحادي والحزب الشيوعي والاخوان المسلمين، دي احزاب موجوده يعني قامت فيها انقسامات، ممكن تقيم هذه الانقسامات في هي انا تقديري رغم التصنيف اللي عمله السيد الصادق يعني حول احزاب كده وعقائديه وغيره، الاحزاب دي عندها في سبب موضوعي لانها تكون موجوده في المجتمع السوداني، ولذلك قامت موجوده هي مستمره، وحتكون هي يعني اذا كان بقت جات قوه اجتماعيه ثانيه مثلا، بيتهيألي مثلا في قوه جديده جدا موجوده في المجتمع السوداني اللي هي الطفيليه، الراسماليه الطفيليه المتوحشه كما ممكن نضيف يعني، او اي صفات ثانيه ممكن تكون موجوده، حيكون عندها حزبها يعني، هي لابد من انه حيكون عندها الحزب بتاعها الخاص واللي حيحمل صفاتها يعني. تاني ممكن الناس يقولوا انه الحزب موجود، انا ما داير ادخل في الحكايه دي، انا اعتقد انه موجود فعلا هو يعني، لكن يعني بقصد ايوه يعني كل قوه اجتماعيه موجوده في المجتمع السوداني حيكون عندها الحزب بتاع الممثلة يعني، ممكن يكون في حزب يمثل تحالف قوه، لكن لازم تكون قوه اجتماعيه موجوده في المجتمع السوداني وعندها مطالب وعندها حاجات لها علاقه بالموضوع بتاع تطور المجتمع السوداني.